جرأة غادة عبد الرازق وصدمة فنان معروف في زوجته ومرض ياسمين عبد العزيز. غادة عبد الرازق متهمة بالجرأة والإثارة. أشعلت النجمة غادة عبد الرازق السوشيال ميديا بعد نشر صور جديدة ليها على حسابها على إنستجرام من أجازتها الصيفية، حيث ظهرت بالمايو على البحر. ورغم محاولتها في عدم الكشف عن الصورة كاملة، إلا إنها لم تفلت من التعليقات اللي اتهمتها بالجراءة والإثارة. حقيقة دخول نجوى فؤاد في غيبوبة. ترددت أنباء عديدة خلال الساعات الماضية عن تدهور حالة الفنانة نجوى فؤاد ودخولها في غيبوبة، وده بسبب حزنها الشديد على رحيل صديق عمرها الفنان سمير صبري، وده الأمر اللي طلعت النقابة ونافته وأكدت إن الفنانة موجودة في منزلها وبحالة صحية جيدة. نقل ياسمين عبد العزيز للمستشفى. تعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية جديدة، حيث تم نقلها للمستشفى وهي في حالة أعياء شديدة. وأثارت الفنانة قلق جمهورها بعد نشرها لصورة على إنستغرام داخل المستشفى، وعلقت عليها وقالت: أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة. صدمة محمد غنيم. أثار الفنان محمد غنيم جدل واسع على السوشيال ميديا بعد تصريحاته اللي كشف فيها عن صدمة كبيرة تعرض لها من زوجته السابقة اللي رفض ذكر اسمها واكتفى بأنها إعلامية مشهورة، وأكد إنها كذبت عليه وأوهمته بانتهاء علاقتها من زوجها الأول عشان يكتشف بعد 30 شهر من جوازهم إنها ما زالت على ذمته. محمود عبد العزيز في الصدارة. سيطر النجم الراحل محمود عبد العزيز على محركات البحث على جوجل مع ذكرى عيد ميلاده، خصوصا بعد ما احتفل جوجل بالراحل من خلال تغيير وجهته بصورة ليه من فيلمه الشهير الكيت كات.